السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الحليم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين Sahabat di Baskai TV yang kami muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali kedatangan tamu beliau, Syekh Dr. Isam Muhammad Abdul Aziz, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbincang seputar pendidikan anak di era digital dan bagaimana atau apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pendidikan anak ini belajar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum bi ashri sinin idza uh, taraku kita akan mulai dari mengeksplor berusaha mengeksplorasi hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan anak untuk kemudian bisa kita terapkan di zaman digital atau di zaman modern ini. السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام كيف حالكم الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين آه في هذه الفرصه الطيبه يا شيخنا هل ممكن تبين لنا ما هي الحكمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم موروا اولادكم بالصلاه في سبع سنين وضربهم بعشر سنين اذا تركوا الصلاه من حيث مرحله التعليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم من عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير اللهم أحينا على سنته أمتنا بذلته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الأعلى. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم آمين 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 العالمين. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم أما بعد أول شيء أن نعرفه الأطفال هؤلاء هبة من الله سبحانه وتعالى أن هذه الهبة سبحانه وتعالى هي نعمة تحتاج الإنسان أن يؤدي شكرها وأن يحافظ عليها بداية قال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ناسا وله يهب لمن يشاء الذكر فهذه هبة الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء ويمنع من يشاء ولذلك نجد الإسلام يهتم بالمرحلة أو مرحلة الطفولة من قبل أن تكون هذه المرحلة موجودة أول الاهتمام أن تجد أن الإسلام يأمرك بأن تختار زوجة صالحة حتى تكون أما لولدك لأن الحقيقة أن الأم هي الأثر الحقيقي في حياة الأولاد خلاف الأب الأب له دور وهو أن يقوم على رعايتهم تربيتهم والإنفاق عليهم لكن أما دور الأم فهو حقيقة قائم على التربية بل إن تأثير الطفل في صغره وهو في رحم أمه الطفل وهو في الرحم يتأثر بأمه فهو يشرب من دمها يستفيد من غذائها بل وأول صوت يعرفه بعد خروجه من الرحم وخروجه إلى الدنيا هو صوت قلب أمه الولد لا يستطيع أن يميز الأم برؤيته أو بنظره أو بأي شيء ولكن يستطيع أن يميز صوت الأم الذي كان يسمعه وهو في بطنها وبالتالي بعد يوم تجد الولد يلتهم صدر أمه مباشرة أو يومين ماذا؟ لأنه عرف هذا الصوت الذي كان يدق وهو جنينا بطن أمه سمعه وهو خارج البطن فبدأ يتعرف عليه ويقترب من هذه الأم ولذلك في أول الولادة الولد لا يألف إلا أمه فقط ثم بعد أن تكتمل الصورة عنده يبدأ يألف الأشكال التي تدور حوله فيبدأ يألف شكل الاب شكل اخوته الذين يكونون معه في البيت يميز حركاتهم دون ان يميز من هذا ومن هذا ثم بعد ذلك تاتي مرحله اخرى وهي تمييز الاصوات فيبدا يميز صوت الاب صوت الاخوه بعد ذلك او بعد تمييز مرحله الاصوات يبدا بعد ذلك يدخل في مرحله جديده وهي تمييز مرحله الصور فيعرف صورة الأب صورة الأخت صورة كذا وصورة كذا كل واحد من صورة ثم بعد هذا التمييز ينتقل إلى تمييز آخر وهو التمييز بعد ذلك بين الأسماء هذا أبوك هذا أخوك هذا أخيك هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا, فلان، هذا, فلان، هذا. ثم يعطيه الله بعد ذلك كل هذه الأشياء فإذا مراحل الإنسان في التمييز تبدأ منذ أن يكون في جنين منذ أن يكون جنينا في رحمه ولكن هذا التمييز تمييز ناقص تحتاج الى ان يكتمل هذا التمييز الذي يولد به الانسان فاذا هذا التمييز الناقص يولد به الانسان او بعض العلماء يسمونه تمييز فطري فاذا عندنا تمييز فطري وهو الذي يتميز به هذا الطفل في البدايه هكذا فيتميز بفطرته او يميز بفطرته الاشياء التي حوله والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينجسانه أو ينصران فبالتالي كل مولود يولد بهذه الميزة أو هذا التمييز الفطري الذي يكون عنده في هذه الحالة ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يبدأ العلماء يقسمون هذا المولود طيب ماذا نفعل مع هذا المولود؟ قالوا هذا المولود حينما يولد انت تبداه بالاذان. طيب السؤال لماذا نبداه بالاذان؟ اولا من هذه القران مع المولود حينما يولد حتى تحافظ عليه لان كل مرحله تترتب على المرحله التي قبلها. فنقول من هدي الإسلام في المولود حينما يولد أو من هدي القرآن أن المولود إذا ولد وهذا الدعاء يغفل عنه كثير منه ما هو هذا الدعاء؟ أن تقول اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم فإذا الأدعية التي ستحصل لك ولدك أول شيء حتى نهتم بهم في ظروفهم الحياتية التي نعيشها في هذا الزمان أول شيء وقبل أن تحمل زوجتك تكثر من دعائك ربي لي من الصالحين ثم بعد ذلك تقول رب هب لي من لدنك وليا طيب ولد ابنك لو قلت ربي هب لي من الصالحين هذه الدعوة وقتها قد خرج هذه الدعوة وقتها عند بداية الحمل أو قبل الحمل ولذلك ذهب رجل الى حكيم فقال يا حكيم ان زوجتي قد حملت وجنينها قد بلغ اربعه اشهر فاوصني بما يصلح ولدي قال لقد جئت متاخرا ان وصيتي الان لا تنفع ولدك فان كنت تريد ان تنفع معك وصيتي فاتني قبل ان تحمل زوجتك في المرات القادمه اي وصيه سيوصي هذا الحكيم الأقصي أنه يقول رب هب لي من الصالحين فهذا كان دعاء إبراهيم عليه السلام فبشرناه بغلام حليم إذن التبشير بالحمل ليس التبشير بالولادة بشرناه بغلام حليم لكن الجنين اكتمل في بطنها خلاص فقال هكذا ولذلك من الدعاء أيضا تقول رب هب لي من لدنك وليا هذا أيضا محله أن يكون قبل الحمل رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك وليا هذا محله قبل الحمل طب فإن وضعته بعد الحمل أو بعد الولادة قال العلماء هذا وضع الشيء في غير محله ليس له فائدة طيب أنت أخرنا كلنا كثيرا شيخ آه هذا كذا لأن حقيقة نحن يمر علينا القرآن يعني باللسان فقط يعني في أغلب الأحوال يمر علينا القرآن دور الكرام هكذا، ولذلك من أخطر الأشياء أن نقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يشربون القرآن كما يشربون اللبن. وفي رواية يقرؤون القرآن كشربهم لللبن. يعني سهلاً هكذا يمر على الطرف اللساني فقط يعني. وهذا خطير جداً، فنحن نقرأ بدون أن نتدبر. ولذلك لو نحن نظرنا في القصة التي مع نجد إبراهيم كان دعائي قبل التبشير ثم بعد ذلك رب هب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب وجعله ربي رضية طيب ما الذي حدث بعد ذلك ما الذي حدث بشرناه بغلام أيضا فإذا التبشير جاء بعد الدعاء هنا الدعاء هنا ذلك الأصمعي يقول إن علامات قبول الدعاء أو إذا أردت أن يقبل الله دعاءك إذا كنت لا تنجب التوكل على الله ومن حسن التوكل على الله إذا كنت أنت تن... لا تنجب فقبل أن تدعو وتقول رب هب لي من لدنك وليا اشتري ثوب المولود ثوب المولود يعني الثوب ثيابه قبل أن تدعو طب لماذا؟ قال لأن هذا نوع من حسن الظن بالقبول للإجابة يعني آه تخيل انت تشتري الثوب وتقول ربي هبل من لدنك ولي يعني معنى ذلك انت ايه تدعو الله والثوب موجود يعني يكون ثوب المولود في بيتك وانت تقول ربي هبل من لدنك ولي اذا اول شيء في صلاح الاولاد هو الدعاء والدعاء له درجه اول درجه كما قلت لك عند الحمل طيب عند الولاده ننسى الدعوه المهمه جدا لا يفكر فيها وهي ماذا كأنها مرت علينا ولم تمر أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم لا أحد يفكر في هذه الدعوة لا أحد يفكر أن أم مريم لما وضعت مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فحفظها الله وحفظ ذريتها من بعدها وعيسى عليه السلام فأنجبت نبيا زكيا زاكيا وكانت هي طاهرة مطهرة ده. حينما تنظر في هذا الأمر تجد أننا ننسى أشياء كثيرة جدا نحتاجها في حياتنا حتى نحافظ على أبنائنا وخاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الشياطين تنتشر في كل مكان إن لم تكن شياطين الجن فهي شياطين الإنس فإن لم يكن من شياطين الإنس فشيطان الإنترنت الذي أصبح موجود في كل بيت هذا شيطان لعين هذا شيطان اللعين يفسد على الناس حياتهم خاصة أنه يعلم الناس دائما بالإيحاء دون أن يطلب منهم والتعليم بالإيحاء أشد خطرا من التعليم بالأوامر كيف التعليم بالإيحاء؟ يعني التعليم بالإيحاء هو أن تعطيني صورة معينة ثم هذه الصورة ترسخ في عقلي ثم بعد ذلك أنا أطبق بدون أن تطلب. مثال ذلك تجدهم في التي مثلا في التلفاز مثلا يأتون لك بصورة صورة آه مثلا واحد يقتل واحد؟ ثم يأتي بالسكين، وكيف أخرجه، وكيف ضربه؟ وكيف يطعنه وماذا فأ وكيف وكيف يضرب الطعنة التي تقتله؟ وأنت طبعا تتفاعل مع هذا وتتأثر ثم بعد ذلك تجد خمسة عشر واحد عشرين واحد من أهل المدينة بعد ذلك يفعلون هذا الفعل بنفس الطريقة وبنفس الفعل مع أنهم لم يطلبوا منه أن يفعلوا هذا تجد مثلا أنهم في التيفي وكل التعليم على سبيل كل التعليم أو أكثر التعليم على الإنترنت أو على التيفي أو هذه الأشياء ما هو إلا تعليم بالإحاء مثال ذلك مثلا يريدون المرأة أن تخلع الحجاب يأتون لك بواحدة تجلس على التي وتقول لك أه الحجاب ليس فرضا ثم بعد ذلك أنت تسمع ثم بعد ذلك واحدة تكرر هذا الكلام ثم واحدة ستكرر ثم واحدة ستكرر ثم واحدة ستكرر ثم, واحدة ستكرر. ثم تشيع الفاحشة وهذا المثل ضرب الله عز وجل في القرآن يعني التعليم بالإيحاء هذا من أخطر الأشياء ضرب مرتين في جريمتين مختلفتين والجريمتين من الكبائر يعني التعليم بالإيحاء في القرآن ضرب مرتين أو أعطى الله له مثالا مرتين في القرآن مرة الأولى في قصة قابيل هابيل فلما قتل قابيل هابيل ولم يجد ما يستطيع يص... لم يجد ليس أمامه فرصة أن يدفن هذا أخي ولم يعرف كيف يدفنه ولم يعرف كيف يتعامل معه فبدأ يبحث كيف الطريقة فلم يعرف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته أخي الغراب لم يتكلم ولم يصنع شيء جاء غراب قتل أخوه فأخذه فحمله فحفر حفرة في الأرض فوضع الغراب ثم ردم عليه بالطين ثم صرفه قال يا ولاتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب إذا هل تكلم الغراب؟ لكن صور له الصورة في عقله فقلده قابيل. وهذه من خطورة هذا الأمر. وهذا الذي يحدث. يصورون لأطفالنا كيف يشربون المخدرات. يصورون لأطفالنا كيف لا يصورون لهم أبدا، هل رأيت مسلسل أو فيلم مثلا يصور لأبنائنا كيف يحفظون القرآن؟ قليلا. آه. قليل. ها؟ هكذا. هل رأيت كيف يكون حفظ القرآن من الأول إلى الآخر؟ كيف يعلمون الطلاب كيف يتقن الحفظ؟ كيف كذا؟ هل مثلا يأتون بسيرة عالم من العلماء الكبار هكذا؟ إلا أنك أيضا إذا وجدت سيرة عالم من العلماء الكبار إلا أنك تجد فيها شيئا مدسوسا في هذه الأشياء يضعون به السم في العسل. كأنهم يريدون أن يخرجوا من الحقيقة ويريدون أن يوصلوا لك معلومة ولا بد أن تكون هذه المعلومة خاطئة يوجد شيء خاطئ أكثر القنوات وأكثر البرامج هكذا أنا أترجم أولا شيء طيب تفضل طيب uh, Pemirsa sekalian سمت. yang dimuliakan Allah Alhamdulillah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Syekh tadi Beliau menyatakan bahwa Kita itu Kadang-kadang terlambat Terlambat Untuk memahami Al-Quran Terlambat untuk memahami pedoman-pedoman eh, agama dalam proses pendidikan anak, dan jangan sampai keterlambatan itu terus berlanjut. Apa kemudian itu berarti kita tidak belajar? Ya, nah, kita tentu tetap belajar untuk eh, diri kita dan juga untuk pendidikan anak-anak kita, generasi selanjutnya. Oh iya saya tadi lupa mengenalkan siapakah beliau. Beliau adalah Syekh Essa Muhammad Abdul Aziz berasal dari Mesir. Kemudian beliau magister dan doktor dari Universitas Al-Azhar bidang fikih dan usul fikih. Kemudian mendapatkan uh, juga doktor di uh, beberapa beberapa universitas lainnya dan juga memiliki sanat kitab uh, fikih dalam mazhab arba'ah. Sekarang uh, di sini ke Ibnu Abbas beliau datang berkunjung untuk kemudian kami minta untuk hadir membersamai kita semua dalam acara di Ibaska di TV ini. Tadi di awal beliau menjelaskan bahwa anak merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahlah sang pencipta, Dia memberi kepada siapa yang dikehendaki dan Dia tidak memberi kepada siapa yang dikehendaki. Anak ini diusahakan dengan sesungguh-sungguh apapun, bahkan melalui proses yang mahal, ya, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan karunia, maka ada saja hal yang akhirnya tidak jadi kita mendapatkan karunia itu. Nah, dalam hal ini penting kiranya untuk memperhatikan pendidikan anak bahkan jauh sebelum anak tersebut lahir dan dalam Al-Qur'an itu sudah lengkap lengkap sekali bagaimana mulai dari proses pemilihan ibu sebab ibu nanti yang akan memberikan pengaruh sejati kepada anak ibulah yang akan memberikan eh, pengaruh karakter, pengaruh kepribadian ayah ya paling untuk nafkah ya untuk Hal-hal yang sifatnya finansial, sementara pengaruh sejati itu pada ibu. Kemudian, sejak kecil, misalnya sejak dalam rahim, anak ini sudah mulai mendengar detak jantung ibunya, dan dia sudah bisa membedakan detak jantung itu ketika anak tersebut lahir. Dia bisa paham tentang ibunya dari suara detak jantung yang dia dengar sejak di dalam kandungan itu ketika anak lahir dia pertama dikenali adalah ibunya kemudian dia mulai bisa membedakan suara dia bisa membedakan nama tetapi kemudian semua itu sifatnya masih uh, kurang nah ketika anak ini masih belum lahir atau bagi yang belum menikah harusnya membaca sering-sering membaca doa Rabbi habli minas Ada seorang yang datang kepada seorang yang bijak minta nasihat, tolong beri saya nasihat supaya uh, saya mem, apa namanya punya anak soleh. Dan dalam saat itu, pada saat itu istrinya sedang hamil empat bulan. Kata kata Syekh ini yang bijaksana ini kamu terlambat datang. Sudah empat bulan, sudah jadi, baru datang ke sini. Seharusnya sebelum itu, atau bahkan sebelum menikah sekalipun, baca doa, Rabbi habli atau Rabbi habli min ladunka Itu yang dibaca sebelum istri hamil. Ini belajar dari kisah Nabi Ibrahim AS. Di mana beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbihabli min Kemudian fabbasharnah bi min halim. Kemudian kami beri dia berita gembira dengan anak yang uh, sabar, anak yang santun. Itu kapan? Sebelum istrinya mengandung. Dan kabar gembira yang diberikan kepada Ibrahim bukan kabar lahirnya anak, tapi kabar hamilnya istri. Artinya Sebelum itu, sudah memperbanyak doa. Bahkan, ini ada Syekh ngasih tips bagi yang uh, sudah coba beberapa kali, entah bayi tabung, inseminasi, atau beberapa cara lain. Kok belum hamil-hamil juga? Salah satu sugesti yang bisa memperkuat doa adalah dengan membeli baju-baju bayi, bayi. Ini seperti kata Imam Al-Asmawi, "Siapa yang..." Ingin menguatkan doanya, maka dia hendaklah berhusnudzon kepada Allah dan di antara sebab husnudzon itu adalah dia langsung beli baju seakan-akan sudah punya lalu kemudian dia minta kepada Allah. Maka rasa optimisme yang kuat itu justru akan memperkuat panah doa kita itu untuk uh, tepat sasaran dan terkabul. Nah, kemudian ketika anak sudah lahir, anak sudah lahir kita baca doa Allahumma inni u'idhuhu bika wa zurriyatahu wa rajim Ya Allah, aku berlindung kepadamu, memintakan perlindungan kepadamu untuk anakku ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Ini doa Nabi, doa Siti Maryam mendoakan apa namanya? Doa Zakaria sebelumnya mendoakan Maryam, kemudian akhirnya sampai kepada zuriatnya itu Nabi Isa alaihi salam. Nah, akibatnya apakah ketika kita bisa berdoa seperti ini ada perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ayahnya yang memajusikannya, yang meyahudikannya, yang menasranikannya. Tapi kemudian pengaruh doa ini akan menjadi perlindungan tersendiri bagi anak. Kalau kita tidak digoda oleh setan dari jin, kita bisa digoda oleh setan manusia, atau yang paling parah ini adalah setan dalam wujud internet. Setan dalam wujud internet ini, itu memberikan imajinasi yang luar biasa di hati anak-anak, dan proses pembentukan karakter, pembentukan pemikiran dengan cara imajinasi seperti ini, itu bahkan kadang-kadang jauh lebih. Hebat pengaruhnya daripada e, contoh secara langsung, dan itu yang kita lihat di TV, di internet. Anak melihat pembunuhan, anak melihat adanya kejahatan-kejahatan, lalu akhirnya mereka berusaha untuk meniru, melakukan persis seperti apa yang mereka lihat. Padahal di TV itu hanya menampilkan e, begitu saja, tapi anak melakukan persis karena kenapa masuk dalam imajinasinya. Dan ini kisah seperti ini dalam Al-Qur'an ada, seperti kisah Qabil dan Habil. Ketika akhirnya Qabil membunuh Habil, dia tidak tahu harus diapakan saudaranya ini. Akhirnya Allah utus burung, lalu kemudian salah satu membunuh yang satunya, kemudian dikubur. Akhirnya Habil apa Qabil itu mengimajinasikan harusnya dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung-burung ini. Maka disinilah kemudian kita perlu mewaspadai e, Zaman digital ini tentu ada sisi kelebihannya Tetapi hal-hal yang merusak itu tentu jauh lebih banyak lagi Nah apa langkah yang kita bisa lakukan Untuk bisa mengendalikan anak Itu insya Allah akan kita tanyakan berikutnya Tapi ya Syekh Karena e, waktu itu yani yani Nuhassin Abuladana yani, من تعليمي بالايحاء هذا. طيب لو نظرنا معنا في الحل فيما نتكلم فيه سنجد اولا ان التحصين له درجات درجة الاولى هي التوكل على الله عز وجل. درجات التحصين واحد التوكل على الله عز وجل. والتوكل حقيقه يكون قبل الزواج ليس بعد الزواج. على التوكل على الزواج كما قلنا قال الاصمعي جهز. ثياب المولود قبل أن تدعو للمولود فالتوكل على الله عز وجل ومن التوكل على الله اختيار الزوجة الصالحة اختيار الأم التي يكون منها المنبت الصالح فالأم هي منبع الرجال الأم هي التي ربت الإمام مالك الأم هي التي ربت الإمام الشافعي الأم هي التي ربت الإمام أحمد التي ربت حنيفة الأم هي التي ربت الصالحين جميعاً بغض النظر عن الرجال موقف الرجال لا ينسى لكن بدون الأم لا يمكن أن يكون فلما مالك مثلا لما وضعته أمه وضعته في حجرها ثم قالت يا بني إني أريد أن أربيك على ما كان يربي علي محمدا أصحابه الكلام يسمع فأول شيء عندنا أو أول نقطة يمكن أن نقول فيها التوكل على الله ومنه اختيار أو اختيار الأم الأمر الثاني وهو الدعاء فإذا نحن عندنا أراحل هكذا او مراحل تربيه الولد تبدا التوكل ثم بعد ذلك الام ثم الدعاء. ثم قلنا ثم بعد ذلك الدعاء ربي هب لي من الصالحين ثم بعد ذلك التعويذ لهذا الولد دعاء والدعاء باصلاح الحال. فانت حينما تقول أن اعيذ بك وذريته من الشيطان الرجيم انت تعيذ من الشيطان الرجيم وارجو من الناس يعني ان يركزوا في هذا يهتموا بهذا الامر. لان بعد هذه الايه مباشره أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقب فتقبلها رب ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا حسنا هذا أجمل شيء فإذا العاقبة بعد هذا الدعاء أن يتقبله الله عز وجل في عباده الصالحين وأن ينبته نباتا حسنا يعني بعيدا عن الشرك وبعيدا عن الخوف وبعيدا عن الضلال لأن النبات الحسن هو ما حسن جودته وما أحبه كل يبقى إذا أنت تختار لابنك أو بهذا الدعاء أنت تضعه في سيرة عطر لو سألت واحد مثلا ثم نتبع بعد هذا الدعاء مباشرة الأذان يعني بعد هذا الدعاء مع هذا الولد تتبعه بالأذان طب لماذا نؤذن في أذن المولود لماذا نؤذن في أذن المولود أذن وتقيم الصلاة بعض الناس يذكرون في الكتب فيقولون لك آه. لأن حياة الإنسان بين الآذان والإقامة أقول له شكرا جزاك الله خيرا لقد اجتهدت وأديت ووفيت لكن الحقيقة كلامك هذا كلام جميل جدا لكن نحن نحتاج إلى كلام نريد أن نفسر الكلام أكثر فأكثر طب ماذا لو قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأبي سعيد الخدري يا أبا سعيد إذا كنت في باديتك أو غنمك فأد للصلاة وارفع صوتك فإن الشيطان إذا سمع صوت الأذان يفر وله ضراط الله أكبر فإن الشيطان إذا سمع صوت الأذان يفر وله ضراط والضراط هو الصوت الذي صوت الريح يعني الريح الذي يخرج بصوت طيب معنى ذلك أنك حينما تؤذن في أذن المولود أنت أيضا تطرد عنه ماذا الشيطان إذا تطرد الشيطان مرتين مرة بالدعاء ومرة بالأذان ثم بعد ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر افتحوا على أولادكم أول الفتح على الولد ما هو أول الفتح على الولد افتحوا على أولادكم لا إله إلا الله قد ذكر هذا يعني ذكر هذا الأمر في كتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور عبد الله نصح حلوان فهو يقول افتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله طيب الأذان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اذا انت فتحت على ولدك بكلمه التوحيد تخيل انت تعيذه وذريته بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك تؤذن في اذني فاول كلام يسمعه الله اكبر ثم بعد ذلك تدخل الى أذني اذا اعزته بالله طردت عنه الشيطان اسمعته كلمه التوحيد اذا فتحت عليه باشياء لم يفتح لغيره، ولذلك انظر في العاقبه دائما. لا تنظر الى الامر من من وجهه نظر ضيقه، بل انظر اليه من وجهه واسعه، لماذا يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاوامر كلها؟ فانا اولا افتح اليه افتح عليه بكلمه التوحيد، لماذا؟ حتى اثبت الفطره، لان المولود اول شيء يخزن في عقله هو الشيء الثابت أنت عندك لابتوب بدون ويندوز ما فائدته <تصفيق> ها لا <applause> فائدة طيب وضعت فيه ويندوز مثلا سبعة خلاص وضعت فيه ويندوز عشرة ووضعت فيه واحد آخر ويندوز عشر مثلا الجديد هذا أو ثلاثة أو كذا الجديد يعني المهم الجديد الذي يخرج جديد أيوم سيعمل أفضل؟ الجديد إذا هذا الويندوز الذي أنت وضعته فيه هو الذي سيعمل وستكون سرعته جيدة أو غير جيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو لأن أول كلام سيسمعه هو هذا لكن أنت ابنك بفطرته أول ما ستفتح عليه إذا جهاز الويندوز التي ستضعه لابنك هو كلمة التوحيد يبقى من أول شيء الولد يسمع ماذا؟ كلمه التوحيد. طب ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يتم التخزين فتفعل لها سيف ثم يسمعها سيف ثم سيف ثم سيف أه. ثم بعد ذلك خلاص انت بعد ذلك تبدل الويندوز ما زالت محفوظه على الايه؟ على الجهاز كما هي لا تتغير ولا تتبدل حتى لو تغيرت الفكره ولو تغير فكره ولو تغير عقله بعد ذلك يظل عنده وازع في داخله دائما يذكره بأنه لا إله إلا الله وهذه الفكرة الأولى من أن تبدأ معه بكلمة التوحيد وتبدأ معه بالأذان وتبدأ إذا أنا أردت أن أحصن ولدي توكلت على الله ثم اخترت أم صالحة ثم دعوت هذا الولد ثم أذنت في أذن هذا الولد بكلمة التوحيد ثم فتحت عليه بكلمة التوحيد ثم بعد ذلك تأتي الرعاية إذا عندنا مرحلة أخرى وهي مرحلة الرعاية. مرحلة الرعاية هذه لا تقول الولد يحتاج إلى رعاية من سن سبع سنوات، لا الحقيقة لا. الولد يحتاج إلى رعاية من أول يوم. أول يوم. يحتاج إلى رعاية. الرعاية بماذا؟ أول شيء بالرقية. هذا الطفل الصغير يحتاج إلى رقية. رقية خاصة للطفل الصغير. ما هي هذه الرقية الخاصة لهذا الطفل الصغير رقية أولا كمثل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحصن الأطفال مثلا ابن عباس مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الماء ثم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وحببه إلى المسلمين واجعل له لسانا صادقا في الآخرين فإذا يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وحببه إلى المسلمين واجعل له لسان صدق في الآخرة تتعرف هذه الدعوة ماذا فعلت؟ فتحت لابن عباس القبول لا يوجد بلد من بلاد الإسلام لا يعرف ابن عباس بل لا يوجد مفسر في كتابه لم يذكر ابن عباس بل لا يوجد كتاب فقه يخلو منه ابن عباس بل لا يوجد أي كتاب في الدنيا يتكلم في الشرع يخلو منه ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين فكان أفقه الأمة وعلمه التأويل فكان ترجمان القرآن وحببوا إلى المسلمين فحبب المسلمين حتى أن الكذابين كانوا يكذبون بادعاء المحبة لابن عباس يعني محبة ابن عباس كانوا يكذبون باسمه لأنهم لماذا يعرفون أن الناس تحب كلام ابن عباس فكانوا من لم يجد أي شيء يقوله يقول لك قال ابن عباس هكذا وكأنه يريد أن يكذب في هذا ليه؟ الأمر من هذه الناحية لأن الناس تحبه فأ... لأنه بمجرد أن يقول ابن عباس كل الناس ستصدقه حتى سبحان الله لما أراد علي بن أبي طالب أن يصلح ما بين الخوارج ويصلح ما بين هؤلاء أرسل لهم من؟ الحروريين أرسل لهم ابن عباس لماذا؟ لأنه كان مقبولا عند الجميع سبحان الله هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الغلام مثلا ويقول يا رسول الله أبح لي الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر فرجه. هذا الدعاء لا. حتى لا نزال في الحديث الطويل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر فرجه. اللهم ما ما طهر آه. اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه وحسن فرجه. اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. اذا حينما ننظر الى هذا الامر ايضا اغفر ذنبه. طهر قلبه حتى لا يقع في هذه المعصيه مره ثانيه. اذا من من الدعاء لاولادنا ان ندعو لهم بطهاره القلب وتحصين الفرج، نحن ننسى هذه الادعيه كلها. انظر الى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا جاء رجل لعائشه فقال جاءت امرأة لعائشه فقالت لي ولدا اذا ارسلته يشتري لي شيئا نسيها 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 فظل يلعب مع الاولاد ويرجع متاخرا ولا يشتري شيئا. مثلا مثل ما ماذا يحدث عندنا في اولادنا فكان هذا الولد يعالج النسيان يعني مصيبته كبرى فقال ضعي يدك على أنا عائشه تقول لها ضعي يدك على قرنيه هذا ما نعم هنا القرن هذا هو القرن هذا لا يسمى بالقرن ضعي يدك على قرنيه طب لماذا قرنيه لان هذا ام الدماغ بداية اليافوخ يعني النفوخ يقولون هكذا ثم قولي بسم الله تخيل هكذا ثم قولي بسم الله اللهم ارزقه فهم النبي وحفظ المرسلين والملائكة المقربين والهام الملائكة المقربين والملا... والملائكة المقربين فهم النبيين وفهم الملائكه المقربين أيضا. وحفظ المرسلين. حفظ المرسلين. اللهم ارزقه فهم النبيين، حفظ المرسلين والملائكه المقربين، أي حفظ الملائكه المقربين أيضا. أو إلهام الملائكه المقربين لا بأس، يعني هو كله بمعنى لي بمعنى الحفظ. ولكن يعني أريد أن أقولها كما قرأتها للأمانة العلمية. فقال اللهم ارزقه فقه النبيين وحفظ المرسلين. والملائكة المقربين اللهم اجعل لسانه عامرا بذكرك وسره بطاعتك وقلبه بخشيتك إنك على ما تشاء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالت كما ذكر عبد الرازق في مصنفه فقالت سبعة أيام أو ردديها في كل ليلة فإن الله عز وجل يصلح ما فسد عقله هذه الرقية غائبة عنا جميعا لا أحد لا أحد يفكر فيها في كل ليلة ولا نعرف كيف نحفظ اولادنا من هذه الامور والافات وهذه لماذا؟ لان الله عز وجل قال وما انسانيه الا الشيطان ان تذكره اذا الشيطان له دخل في هذا النسيان. الشيطان يؤثر على الولد حتى ينسى، يؤثر على المولود حتى ينسى، بل ان الشيطان من من اساسيات الشيطان ان يجعل الانسان ينسى. الى هنا يا شيخنا. طيب. ikut terbawa dengan penjelasan Syekh. Saya saya terjemahkan ya. Ini luar biasa ini. Lalu bagaimana cara kita membentengi anak-anak dari setan, jin, setan manusia dan juga pengaruh setan-setan internet yang sekarang kok kita mengeluhkan? Ada saja e, cara, ada saja keluhan. Ada saja dalam setiap kesempatan itu Walaupun kita sudah menggunakan macam-macam metode, tapi anak-anak kita belum bisa move on, ya, dari gadgetnya, dari internet, dan seterusnya. Maka, kata beliau, pertama adalah tawakal. Tawakal sepenuh hati kepada Allah, kita serahkan segala urusan, kita pasrahkan semuanya dengan. Uh, adanya tawakal ini yuhibbul Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal maka yatawakkal 'ala Allah hasbuh semakin sempurna tawakal kita semakin sempurna juga pertolongan Allah kepada kita dan itu dimulai dari sebelum malah dimulai dari sebelum nikah dengan memilih ibu yang terbaik untuk anak-anak kemudian setelah itu adalah doa kita lihat kenapa misalnya ketika Zakaria Allahumma inni u'idhuku bika wa dhurriyataha minas syaitanir rajim kemudian apa yang terjadi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana jadi adanya penerimaan dari Allah kemudian ada proses nabatan hasanah tumbuh dengan tumbuhan yang baik itu setelah adanya doa jadi doa itu adalah pembuka pintu kebaikan. Pintu sebab-sebab kebaikan. Jadi tidak serta-merta. Guru yang baik, lingkungan yang baik, proses pendidikan yang baik, kebiasaan yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik, itu tidak serta-merta. Itu setelah ada terbuka dulu pintunya, itu pintu doa. Baru kemudian kabulin hasanin wa nabatan hasanan. Doa itu sesungguhnya adalah pembuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Berikutnya adalah azan. Kenapa kita mengazankan anak ketika dia baru lahir? Mungkin ada yang bilang, ya karena memang hidup manusia antara azan dan komah gitu ya. Ya oke, okay, kata-kata yang baik. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, seperti hadis Abu Sa'id al-Khudri, dimana, rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada beliau wahai Abu Sa'id Al khudri kalau kamu lagi menggembala kambing tiba waktu sholat azanlah di tempat yang kau menggembala itu karena sesungguhnya setan nanti akan lari sambil terkentut-kentut gitu ya maka sebetulnya azan setelah kita tadi berdoa kita kuatkan lagi dengan azan dan azan itulah yang akan menjadi Pengusir setan dari mengganggu anak-anak kita. Berikutnya, memulai dengan mengajarkan anak, la ilaha illallah. Itu juga, iftahu ala awladikum bila ilaha illallah. Mulai ajarkan sejak dini, la ilaha illallah kepada anak. Dan itu sudah terdapat pada azan. Jadi, pertama, dalam proses azan ini tidak sekedar... Uh, satu hal yang begitu saja kita lakukan tapi yang penting itu adalah dari adzan tathbitul fitrah mengokohkan fitrah anak itu sendiri fa itu nanti ketika fitrahnya itu kuat maka fitrah itulah yang akan tetap menjaganya yuuladu fitrah yaitu yuulada yuuladu kemudian Syekh tadi memberikan permisalan uh, kita punya laptop baru. Laptop itu begitu kita beli kan harus diinstal Windows dulu. Entah Windows 7, entah Windows 8, Windows 10 atau Windows 11 atau berapapun. Windows yang terbaru, setiap Windows-Windows ini itu nanti akan ada pengaruh dalam kecepatan, dalam penerimaan apa e, aplikasi apa saja yang mungkin untuk ditempelkan ke situ. Nah, kita pilih Windows yang mana yang akan kita pilih? kita pilih misalnya yang terbaru, maka setelah kita install Windows-nya sudah siap, baru kemudian kita masukkan Microsoft Word, baru kita masukkan Excel, kita masukkan macam-macam, tetapi sudah ada ada base-nya dulu, ada Windows awalnya dulu untuk kemudian menampung program-program yang lain. Programnya kita delete sekalipun Windows-nya masih tetap ada di situ. Itulah la ilaha illallah. Jadi untuk ke depan nanti anak kita ini mungkin akan ada turun naik. Tetapi dengan adanya instalasi wa, la ilaha illallah dari awal, kita sudah menginstalkan la ilaha illallah di hati anak sejak awal, maka insya Allah di atas la ilaha illallah itu kemudian akan bangun pengalaman-pengalaman hidupnya, karir-karirnya, pengetahuan-pengetahuannya, hasil bacaannya. Kalaupun itu semua hilang, masih ada terinstal la ilaha illallah di hati anak-anak itu yang akan kembali memanggil dia yang akan kembali menghadir kehadir dalam hidupnya karena itu tidak hilang kemudian hari riayah hari ar artinya pemeliharaan anak pemeliharaan anak ini sejak bukan ketika dia sudah 7 tahun atau eh, peng, apa namanya 10 tahun atau bahkan sudah balik tidak perhatian kepada anak dan pengawasan anak ini harus dimulai sejak awal dia lahir. Dan kita lihat betapa uh, Rasulullah sangat perhatian dalam hal ini. Yang pertama kita lakukan apa adalah arruqyah ya kita merukyah anak. Mungkin modelnya tidak seperti kita merukyah orang yang kerasukan jin itu ya. Tapi anak-anak itu ada doa-doa khusus. Arukyah di sini adalah memberikan doa-doa khusus untuk anak. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kata Syekh tadi beliau didoakan empat hal oleh Rasulullah. Allah faqqihhu fid din wa 'allimhu tawil wa habbibhu ila al-muslimin waj'al lahu lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah faqihkanlah dia dalam agama, kemudian ajarkan dia memahami segalanya, berikan rasa cinta untuknya di hati kaum muslimin dan jadikan uh, dia memiliki buah tutur kata yang baik untuk orang-orang yang datang di kemudian hari. Dan kita lihat pengaruhnya, masya Allah, ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sudah, ber, sudah berlalu sejak meninggalnya Ibnu Abbas, tapi sampai saat ini. Beliau, ilmu beliau memenuhi bumi, memenuhi kitab-kitab, memenuhi kajian-kajian keislaman, tidak ada satupun kajian tentang keislaman kecuali ada nama Ibnu Abbas di situ. Berikutnya, rasa cinta di hati kaum muslimin, itu juga bagian dari doa. Berikutnya ada doa lain. Ada seorang anak datang kepada Rasulullah, remaja. Dia izin untuk berzina. Apa doa Rasulullah merukyah anak ini? Allah matahir kalbahu, wa dan bahu, wa farjahu. Allah matahir kalbahu, yaitu Allah sucikan hatinya, wa dan bahu, maafkanlah dosanya, wa hassin farjahu, dan jagalah kehormatannya jagalah kemaluannya dan ternyata tidak ada yang lebih dibenci oleh anak tersebut oleh remaja itu daripada zina setelah didoakan oleh Rasulullah berikutnya misalnya ada seorang anak seorang perempuan datang kepada Bunda Aisyah mengeluh ya Allah ya wahai Bunda Aisyah ini anak saya ini kalau saya minta beli sesuatu dia suka lupa. Jadi kasih uang, tolong beli gula atau beli e, minyak goreng atau apa di toko sebelah. Lama nggak pulang-pulang. Ternyata Pak main. Dia nggak lupa untuk membelikan pesanan ibunya itu. Ya. Mungkin ini sering apa pernah terjadi ya di anak-anak kita. Nah ternyata dari dulu sudah ada seperti itu. Disuruh sesuatu terus lupa. Apa kata Bunda Aisyah? Do ya yadaki ala karnai. Taruh tanganmu di ujung kepalanya nih, kepala ada, ada, kayak ada tanduk ini ya, di ujung sini, di dua tanduknya ini, taruh tangan di situ, kemudian sambil doakan Bismillah Allahumma Ya Allah urzukhu Berikanlah dia Fahman nabiin Pemahaman para Nabi wa hifdzal mursalin hafalan para rasul wal malaikatil muqarrabin dan para malaikat yang dekat kepadamu Allah maj'al lisanahu amiran bi ya Allah jadikan lidahnya terus menyebut namamu wasirruhu bi dan batinnya dengan ketaatan kepadamu kemudian wa qalbuhu bi khasyiatik. Bi khashyatik. Wa qalbuhu bi dan hatinya dengan rasa takut kepadamu. Inna ka ala ma qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas apa yang engkau kehendaki. Wa la quwata illa billahi al azim. Ini dibaca kapan? Setiap malam. Baca setiap malam, maka insya Allah Allah akan perbaiki keadaan anak itu. Artinya ketika kita membaca doa-doa seperti ini, kita sedang membukakan pintu kebaikan هذه سؤال سبب بداية مرحلة الرعاية ثم بعد ذلك مرحلة الرعاية تبدأ عند الطفل أو تبدأ عند الملاعبة والملاطفة تأتي مرحلة أخرى وهي التي يحتاجها الطفل منا جميعا وهي الملاعبة والملاطفة كل واحد منا يكون خارج بيته يضحك مع الناس ويتجمد اليهم لكن اذا خرج الى البيت يرجع الى البيت لا يستطيع ان يتكلم بكلمه واحده ولا يريد ان يتكلم حتى اذا جاءه الصغير لا يستطيع ان يلعب معه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امامه بنت العاص وعمرها كانت صغيره مثلا صغيره فكان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم يخفض بها ويرفع حتى يعلم الناس الرحمه انها كانت يتيمه في بيئه جافه لا يقبلون أولادهم لا يعرفون لا كذا لا 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 فحمل رسول الله أمامة اليتيمة على كتفيه وخاصة عند العرب ولادة البنات كانت يعني أمرا معيرا يعير به الرجال حتى أنهم عيروا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الأبتر أي الذي هو مقطوع النسل بعد موته لأنه سيموت وابنته تزوجت بواحد آخر ليس عنده أبناء من الذكور يحملون نسبه وهكذا فقال ان شانئك هو الابتر. كانوا يعيرون محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا محمد ابتر يعني مقطوع الولد. فلما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم امامه بنت العاص وهي ابنه بنتي حملها على كتفه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وخطب حتى يحمل الحسن والحسين كان هكذا ابن ده ان ابناي هذان سيدا شباب اهل الجنه ويحملهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس رحمه. هذه الملاطفه اين الان؟ الان ليس أنت الذي تربي. لأن مرحلة الملاطفة أنت بعيد عنها عن الولد. لا تتخلى عن مسؤوليتك وتترك ابنك اليوتيوب. لأن نحن من سن ثلاث سنوات وهي المرحلة التي أو من سن سنتين وثلاث سنوات. أنا أرى أولاد معهم بعض الآباء يفتحون اليوتيوب لأبنائهم والولد يجلس هكذا لمدة ساعة كاملة. ساعتين يوم كامل واليوتيوب هكذا الولد لم يتكلم كلمة واحدة أنت تعرف أن هذا يسبب أصلا عند هؤلاء الأطفال تأخير النطق يعني يعني يناغي يناغي حتى أن أم أيمن يعني أم أيمن تصف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت أنظر إليه بعد أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم فقالت أم أيمن الشفاء طبعا فكانت تقول وكنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجده كأنه يناغي القمر كأنه يناغي يعني يتحدث الصوت تعرف الصوت الذي يخرجه هذا يريد من يفعل له مثل هذا الصوت الطفل يحتاج إلى من يفعل له مثل هذا الصوت الطفل يريد من يقوم معه بهذا لماذا؟ لأن هذه المناغاة تعلمه بعد ذلك الكلام تعلمه لغة الحوار إذن طفلك هنا يحتاج منك حوارا وهو طفل صغير يحتاج منك حوار، ما هو هذا الحوار؟ تضحك معه، تناغيه بلسانك، بيدك، بكذا، حتى يشعر بالمحبة أكثر، حتى يشعر بالاطمئنان. فإذا اطمئن إليك هذا الطفل خلاص بدأ الطفل يتعامل معك بطريقة أخرى. ثم بعد ذلك تعطيه كامل حريته ورغبته. بمعنى ماذا؟ يريد أن يتكلم، لأن عند علماء النفس يقولون هذه تسمى مرحلة الأنا. ما هي مرحلة الأنا؟ يعني يريد أن يقول لك أنا موجود. ونحن نتغافل هذه المرحلة ما معنى هذا؟ سامحني استاذ يعني مثلا انت ممكن تجلس انت وزوجتك تتحدث عندك ولد صغير فجأة تجده يقول لك ابي كا كا يريد ان يتكلم في اي شيء انت لم تنصت اليه وتظل تتحدث مع من؟ زوجة. مع الزوجة ثم بعد ذلك ابي صوت مرتفع انت تتحدث مع الزوج ثم الولد يصعد فوق الفراش يقفز على ظهرك يقفز على الارض يكسر شيئا أنت تغضب حقيقة لا هذه من فرط محبة هذا الولد لك يقول لك أبي أنا موجود تعال تحدث معي يقول لك أبي أنا أريدك أن تتحدث معي فأنت لا تتحدث معه ماذا يفعل هذا الولد يريد أن يلفت انتباهك بأي شيء إن يعرف أنه سيغضبك حتى ترجع إليه فبالتالي تجد يكسر شيء يفعل شيء ممكن يضربك ويجري ممكن يفعل أي شيء أو يتكلم بصوت مرتفع حتى أنت لا تتحدث هو يريد أن يقول أنا موجود لا يوجد أحد غير طيب هذا الجزء من التربية ساقط حقيقة في هذا الزمان أكثر الناس يسقطون هذا الجزء من التربية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اهتماما للأطفال طريقة جميلة جدا ما هو هذا الاهتمام طيب اسمع ابن عباس هكذا حينما يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق فيقول من يسبق الي وله تمره. فيقول فكنت اتسابق الى رسول الله انا وانس حتى اذا اقتربنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد احدنا ان يصل قبل الاخر قفزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه فيسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويضحك. من يفعل هذا؟ هذا جزء من التربيه، يقول له ماذا؟ انت رجل. انا احبك، تعال. هذا انت وانا نخاف ان نفعل هذا امام الناس. لو ابني جاء يجري امام الناس تجدني انا استحي ان احمله هكذا وافرح به. طب لماذا؟ لأن الناس ممكن يقولون لا هذا رقيق الطبع هذا لم يؤدب ولده جيدا هذا كذا هذا يخافون دائما من الناس وهذا خطأ أنت لم تربي ابنك من أجل الناس أنت تربي ابنك من أجل الله ومن أجل الجنة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله استقبالا حافلا استقبال رجل لرجل يحبه فيقول من يسبق إلي؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على صبيان. كان يمر على صبيان فيقول لهم: السلام عليكم يا صبيان. لم يقل هؤلاء أطفال، هؤلاء كذا، هذا هذا رسول الله، السلام عليكم يا صبيان. إذا من هنا يتعلم الأدب. طيب أنا كأب وتخليت عن دوري في الأبوة. وتركت ابني. يربيه لي الانترنت. انا انا على الانترنت. هل آه لا نعطي لهم شيئا من الوقت في لعب لا الانترنت؟ يأخذ أو... وقتا في الانترنت لان هذا زمانهم كما قال عمر بن علي بن ابي طالب ربوا ابنائكم لزمانهم ولا تربوهم لزمانكم فانهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني هذا زمانهم ونحن لأن... لكن اعطيه على سبيل الهديه. هناك فرق بين أن تعطي هناك فرق بين أن تعطي وهناك فرق بين أن تعطي على سبيل الهدية ما هي سبيل الهدية إقرن هذا بهذا إن حفظت جيدا لك نصف ساعة إذا هذا سيعتبر أنه مكافأة يعني إذا كان على سبيل المكافأة خلاص تفضل فإذا هو سيجتهد في مقابل انه ياخذ مكافاه، سيعتبر هذا مكافأة لكن انت لو اعتبرت ان هذا شيء مسموح في اي وقت خلاص هو متى يدخل سيفتح وسيجلس خلاص. لكن لابد ان يكون ذلك على سبيل انك تعطي شيء في مقابل شيء. كذلك اربطه دائما بالله عز وجل. اربطه دائما بالله عز وجل. يعني مثلا استاذ عمر لو سالك الولد مثلا. انت لو قلت له مثلا أنت ذهبت إلى العمل ما قال لك يعني واشتريت معك حلوى ورجعت إلى البيت فقلت دائما فقال لك الولد مثلا من أين هذه الحلوى؟ فقلت له من العمل إذا ارتبط في ذهن هذا الطفل الصغير أن العمل يرسل له حلوى صحيح أم ليس صحيح؟, صحيح؟ فأنت تذهب حتى تشتري له الحلوى لكن كيف أربطه بالله سبحانه وتعالى أقول له أنا أذهب إلى العمل حتى يرسل الله عز وجل هي المال فأشتري لك الحلوى انظر الفرق في الرد بين هذا هذا بين أن تقول من العمل وبين أن تقول أرسل الله لي هذا المال في العمل حتى أشتري لك هذا, هذا فرق كبير او ان تشتري له حلوى أنت ترد تدخل البيت كله ان الله ارسل لك رتب الفكره هكذا في عقلك وفي زينك الله ارسل لك هذه لماذا لان الله اخبرني انك فعلت هديه جيده فعلت هذا اليوم شيئا جميلا فقال اعطيه هذه الهديه طيب هذا نوع من الكذب لا ان يعني عندنا القاعده او الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من, من المعارض لمندوحه عن الكذب لا. من المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني من المجازات أنت يوجد مجاز في الكلام الكلام يحتمل المجاز آه. آه. فإن الله أعطاني إن الله أعطاني هذه الحلوى وهو من الذي يرزقك خلاص إذا أنت كذبت الآن آه. لا يوجد كذب عليه هنا فتقول لو إن الله أعطاني لأنك فعلت خيرا تفضل إذا ربطت الخير أو ربطت الشيء الجميل بالخير الذي فعله فيتربى عند الولد بفطرته أن الخير مرتبط دائما بالشيء الجميل الذي سيفعله ويسيقدم الله سبحانه وتعالى طيب شغلنا وترجمة أولا yang adalah al-mulatafah wal-mula'abah. Kita bermain-main dan bersikap lemah lembut kepada anak sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah kepada Umamah bintul As dan juga kepada Hasan bin Husain Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik itu berlomba lari kepada Rasulullah mendapatkan hadiah kurma dari beliau. Ini bagian dari perhatian Rasulullah kepada anak-anak. Dan kita bisa melihat betapa perhatian Rasulullah ini bahkan sampai memangku menggendong anak-anak beliau ini pada pada pertemuan-pertemuan penting gitu ya bahkan pada khutbah Jumat sekalipun beliau turun untuk menggendong Hasan dan Husein. Kadang kita malu ya, tapi Rasulullah telah menunjukkan bahwa perhatian kepada anak itu selalu penting. Karena ada ada saat-saat disebut dengan marhalatul anak Ada uh, periode atau masa dalam kehidupan anak itu, masa eksistensi. Pengen menunjukkan eksistensinya karena dia pengen mendapatkan perhatian bapaknya. Papa, mama, abi, abi, umi, umi. Tapi masih terus cerita, akhirnya dia jatuhkan. Uh, buku dia merengnya dia teriak-teriak sebetulnya bukan karena dia nakal tapi dia ingin mencari perhatian dari bapaknya yang sangat dia cintai dan hanya ingin menyatakan pak saya ada di sini nah kemudian berikutnya tentang internet kata beliau dalam uh, internet ini jangan kita berikan begitu saja tapi internet itu hendaklah sifatnya hadiah ketika anak mencapai prestasi tertentu baru kita kasih Main boleh, main setengah jam boleh, main satu jam boleh, main ini kapan? Ketika dia ada prestasi, sehingga yang dia fokuskan bagaimana dia membuat prestasi supaya bisa dapat hadiah ini bukan terus kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua, selalu ikatkan anak ini selalu dengan Allah, selalu ikat dengan Allah. Ketika misalnya contohnya kita bawa oleh-oleh, bawa hadiah nih, dari mana? kok bapak bisa bawa makanan bisa bawa ya habis kerja dapat gaji terus beli ini itu boleh tetapi akan jauh berbeda lagi misalnya ketika kita mengatakan uh, bapak akan bekerja supaya Allah bisa mengirimkan uang atau bisa mengirimkan uh, sesuatu dan akan bapak belikan oleh-oleh untukmu atau misalnya kita bawa hadiah, nih ada kiriman dari Allah untuk anak soleh. Kamu sudah berbuat soleh hari ini, ada hadiah dari Allah. Ini bukan bohong, tapi ini bagian dari majaz. Memang Allah yang memberi kita rezeki. Lalu kita katakan kepada anak, ini hadiah dari Allah. Supaya apa? Supaya selalu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal akhir ya, Syekh kita hmm. uh, waktu kelam ah. uh, Fi uh, مروا أولادكم أولا بالصلاة لسبع وضربوهم بعشر ما الحكمة من هذا؟ هذه مرحلة تسمى مرحلة التوجيه وهي كانت تأتي معنا بعد هذه المراحل لكن ما زال قبل مرحلتين لكن الوقت ضاق من نعم أنا أقول مثلا هي مرحلة التوجيه التوجيه عند سبع سنوات والتوجيه لا يجوز أن يكون بشدة يعني الأمر هنا للتوجيه والإرشاد فمروا يعني وجهه إلى الصلاة إذا بلا المسجد صلي أنت أن أصبحت كبيرا تصلي ممكن مرة يصلي وممكن لا يصلي ومدة التوجيه تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لسبع يعني ثلاث سنوات واضربوها علي وهم أبناء عشرين. عشر لأن مرحلة عشر هذه إلى مرحلة استعداد إلى ما قبل البلوغ استعداد إلى ما قبل التكليف يبقى إذن عندنا مرحلتين مرحلة التوجيه والتوجيه والإرشاد دائما يكون بالحسنى توجيه والإرشاد يكون بالحسنى ولا يكون بالضرب ولا يكون بالشدة بل لا بد أن يكون باللين يكون بالحسنى طيب ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي العشر سنوات وهي مرحلة الاستعداد لما قبل البلوغ أنه خلاص بدأ يستعد إلى أنه يكون مكلفا طيب ما قبل الاستعداد فإذا ما قبل الاستعداد يحتاج إلى بعض الشده حتى يكون رجلا مكلفا ويصبح مكلفا بهذا الامر. ولذلك نجد هنا واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهما في المضاجع. مرحله استعداد ما قبل التكليف. طب لماذا فرقوا بينهما في المضاجع؟ قال لان هذا الولد قد خلقت فيه الشهوه. يعني قد وجدت فيه الشهوه. ولذلك عند الشافعيه قد يبلغ الانسان عند سن عشر سنوات الشافعية ذكر في كتب الشافعية قد يبلغ الإنسان قبل عشر سنوات ما دليل على هذا قالوا قال الشافعي في الأم مثلا فلو نكح غلاما كان عمره عشر سنوات امرأة فحملت المرأة فالولد ولد قد يصل هذا الأمر إلى ما قبل نعم ولذلك أيضا قالوا في الحيض عند المرأة قالوا وأقل الحيض يعني أقل أقل سن الحيض يعني وأقله تسع سنوات حتى أن الشافعي قال ورأيت في بلاد اليمن ورأيت في نساء تهامة امرأة عمرها 21 سنة وهي جدة تخيلت هذا؟ يعني تزوجت عندها عشر تسع سنين خلاص تزوجت عندها تسع سنين ولدت فكان عمره عشر سنوات فزوجت بنتها وعندها تسع سنين فولدت عشر سنوات فاصبحت الجده واحد وعشرين سنه هكذا فمعنى ذلك طب هل هذا ينفع في اندونيسيا؟ طبعا هذا لا ينفع في اندونيسيا ما الزواج انا عن نفسي يعني كنفسي لا اؤيد الا ما كان بعد 17 سنه ليس ما قبل ذلك يعني لماذا لان ما زالت البنت ضعيفه ولا تتحمل ولذلك العلماء يشترطون ان تطيق الوطء يعني ها. ليس شرط البلوغ فقط لا النكاح يوجد شرط اخر وهو ان تطيق الوطء اذا هذا استعداد لمرحله البلوغ هذه كلها مرحله واضربوا عليهم ابناء عشر هذا استعداد لمرحله البلوغ اما مروهم لسبع هذا بدايه الامر طب ما قبل سبع اعلمه كيف يصلي طب كيف سيتعلم في البيت كيف ستعلم في البيت عند كل صلاة أعلمه كيف يتوضأ أجعله يرتبط بالوضوء عند كل صلاة يدخل حتى لو دخل تحت الماء وفتح الماء هكذا ولعب بالماء هكذا خلاص اسمه توضأ مرة مع مرة سيتعلم الوضوء يبقى هذا تعليم بالإرشاد سمع كذا أرشده أولا إلى الوضوء ثم بعد ذلك أنا أدخل من الخارج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى بيتك فصلي ركعتين، تمنعانك مدخل السوء. طيب لماذا النبي أمرك أن تصلي ركعتين؟ قال حتى إذا كان هناك طفلاً صغيراً، يأتينا الدكتور الشيخ عبد الله ناصح حلواني يقول حتى إذا كان هناك طفل صغير رأى أبوه إذا دخل إلى البيت صلى ركعتين. فيبدأ الولد يتعود على أن هناك شيء جميل عند دخول البيت وهو صلاة ركعتين. فإذاً صلاة الركعتين تعود البيت كله. أولا على أن الله هو الأول قبل كل شيء يبقى إذا هذا جزء من التوحيد ثانيا تعلم الطفل الصغير أن هناك شيء اسمه الصلاة أن الناس كلها تصلي في المسجد ولا يصلون في البيت الولد يرى أبوه اليوم كله يمسك الهاتف الجوال يلعب في الهاتف الجوال إذا هذا هو الأساس هذا الأهم الآن ليس الأولوية للصلاة يجد أبوه يتأخر في البيت حتى تقام الصلاة ثم بعد ذلك أبوه يجري يتوضأ ثم يجري إلى المسجد طيب إذا أصبحت الأولوية أصبحت هذه أشياء في ذهن الولد أو في ذهني أن أشياء تقضى فقط ليست أشياء راسخة ولذلك من علامات مثلا الرجل من علامات مثلا الخير الكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد كثرة الخطا إلى المساجد الصلاة بعد الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما يرفع به الدرجات ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا فيقول انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد يعني هكذا فانت حينما تنظر الى هذا تجد ان هذه الاشياء كلها في حياه الطفل الصغير تربطه بالله سبحانه وتعالى بدون ان تشعر سؤال استاذ عمر انا اسالك الان هل نحن فقدنا هذه الاشياء كلها في حياتنا ليس كلها ولكن ذكرتنا باشياء كثيره آه. إذن اشياء كثيره اشياء كثيره غفلنا عنها وهذه الاشياء التي غفلنا عنها اثرت في ابنائنا

Marhalah untuk atau fase mengingatkan fase menasehati fase mengarahkan anak tentu di masa tujuh tahun ini mengarahkan tidak dengan keras tapi dengan lembut dan dengan penuh kebaikan kemudian usia 10 tahun kenapa diminta pukul supaya ada ketegasan dan ada kekokohan jiwa kemudian pisahkan tempat tidur anak-anak di usia mereka yang ke-10 karena sudah mulai timbul syahwat. Usia 10 tahun itu, itu usia sudah uh, bisa menghamili. Ya, <laughs> Afwan, itu dalam dalam al-um bahkan disebutkan mazhab syafi'i. Itu, itu usia kalau nanti ada anak yang misalnya bergaul dan akhirnya hamil, itu tetap dia terhukum hukum apa namanya seperti orang dewasa Bahkan eh, di Yaman kata Imam Syafi'i pernah usia 21 itu sudah nenek. Usia 9 tahun dia nikah, 10 tahun punya anak. Nanti anaknya itu usia 9 tahun sudah nikah dan 10 tahun sudah jadi anak, sudah punya anak. Usia 21 tahun, ibunya itu sudah punya cucu. Ya, tentu itu itu, itu di ini ya di Tihamah ya, di Yaman. Tetapi di Indonesia memang beliau tetap 17 tahun minimal kalau bagi yang mau nikah. Tetapi usia 10 tahun itu penekanannya adalah itu memang harus dipisah. Dipisah dari tempat tidur karena sudah sudah masa timbul syahwat. Nah sekarang pertanyaannya sebelum 7 tahun ngapain? Sebelum 7 tahun adalah marhalah atau fase mengajar anak untuk sholat. Ajar wudhu, ajar hal-hal yang Rukun atau membatalkan sholat Rukun sholat apa yang membatalkan sholat apa Dan ada satu lagi Masuk rumah sholat dua rakaat Keluar rumah sholat dua rakaat Sebagaimana perintah Rasulullah hmm. Kalau masuk rumah Sholatlah dua rakaat Keluar rumah sholatlah dua rakaat Ini membentuk uh, Pemahaman dalam hati anak Bahwa sholat itu penting Beda misalnya Ketika yang kita lihatkan kepada anak itu adalah main HP. Maka jangan salahkan anak yang banyak main HP karena bagi anak oh yang penting itu adalah HP. Apalagi kalau anak melihat bapaknya itu ke masjid pas mati sholat, mati sholat baru lari ke kamar mandi wudhu dan cepat-cepat ke masjid. Sehingga mereka menganggap oh sholat kayak gitu toh. Cuma sekedar uh, sholat dan terus pulang. Yang paling penting itu adalah ya main dan seterusnya. Tadi kemudian beliau di akhir bertanya, saat kira -kira ditanya kepada saya, kira-kira apakah kita uh, yang saya sampaikan ini sudah kita laksanakan atau kita lupa? Sebagian besar saya bilang, saya bagian sebagian besar banyak yang kita lalai. Makanya anak-anak kita jadi begini sekarang. Kalau kita kembali kepada pelajaran-pelajaran Islam ini, maka Insya Allah anak-anak kita pun akan tumbuh sesuai dengan Uh, apa yang dididik oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dulu. Maka ini menjadi pengingat bagi kita mulai dengan tawakal, kemudian uh, memperbanyak doa sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan anak-anak. Dan jangan lupa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah sebagai contoh teladan menanamkan keyakinan di hati anak-anak kita. Terima kasih jazakumullah khairan Syekhana Ana jamil uh, jazakumullah khairan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Basika TV tidak terasa sudah satu jam lebih berlalu penjelasan yang sangat uh, baik sangat indah untuk kemudian berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari jazakumullah khairan sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.